في كثير أسر ما تقدر ونشكر صراحة ونقدر يعني تعاونكم معنا في توفير الإحصائيات وتوفير يعني الداتا المطلوبة عشان نوصل لهذه الأسر المستفيدة عشان يقدر لهم الخدمة اللي هم محتاجينها في الوقت المناسب. فالمبادرة هي مبادرة فينا نتعلم عبارة عن توفير 100 جهاز لابتوب بقيمة 130 ألف ريال للطلاب المستفيدين تبع قسم المسؤولية الاجتماعية. أشكركم جميعا، أشكر قسم المسؤولية الاجتماعية وعلى رأسكم استخار العبيد على تعاونكم معنا. مستحيل أن تلقي كل الأسر وكل الطلاب والطالبات، فلذلك أتت مثل هذه المبادرات الرائدة أن تحقق التطلعات لخدمة هذا الوطن. خدمة المجتمع شيء أساسي ومهم جدا. مجموعة الموسى ومستشفى الأسر شريك داعم لكل القطاعات غير المحلية. لن نستطيع إلزامهم حتى بالشكر ولا نكفيهم الشكر. اختصار ما شاء الله نشيطة في هذا المجال وإدارة المستشفى الأخوان جميعا حقيقة ذكركم موجود في الوزارة وقوي لكم بصمة، أصبحتم يعني منارة للعمل الاجتماعي الكل يشيل فيه.